المعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته وعلى رأسهم الجهمية، والممثلة الذين يغلون في الإثبات حتى يغلوا من حوضه صلى الله عليه وسلم بصفات خلقه، فهم على طرفي نقيض. هؤلاء غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الذات وصفات الأفعال خلافاً للمعطلة، إثباتاً بلا تمثيل خلافاً للمشبهة، على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة.